نشكر السيد مدير الجامعة وسيد مدير جامعة أم البواقي ويعتذرون بمغادرة القاعة لانشغالات مهمة. السلام عليكم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نلتقي في هذه الجلسه العلميه الفريده من نوعها والمميزه لمناقشه مشروع مذكره الان في اطار 1275. وفي البدايه ارحب بكل الحضور السيد نائب المدير الساده عمدة كليتي العلوم الانسانيه والاجتماعيه والعلوم التكنولوجيا الزملاء الاساتذه ابناء الطلبه عائلتي المترشحين للمناقشه في هذه الصبيحه والحاصلين على وزن طلابه والمشروع مؤسسه ناشئه. هذا المشروع هو تحمل عنوان منصه رقميه للارشاد النفسي عنوان الذي سنناقشه هذا اليوم. ونتشرف باللجنه الموجوده المكونه من الاعضاء الساده السيد البروفيسور بن زروال فتيحه عضو مناقش متخصص في الارشاد والتوجيه من جامعه العربي بن مهيدي ام البواقي، الاستاذ حازم ابو جمعه شريك اجتماعي من مجلس التوجيه ومديريه التربيه، البروفيسور بن حمود محمد الشريف رئيس حاضنه الاعمال، دكتور بوعنيق يعقوب مشرف رئيسي والمشرف الثاني والمشرف الرئيسي الدكتوره حديدان خضراء التي اشكرها جزيل الشكر على انها وضعت فينا الثقه لنكون اعضاء لمناقشه هذه المذكره او هذا المشروع عفوا. هذا المشروع هو تخصص ارشاد وتوجيه المنتمي لكليه العلوم الانسانيه والاجتماعيه والذي نتشرف به جميعنا. وفي هذا الصدد كما قال السيد مدير جامعه ام البواقي اتذكر جيدا الثوره التي قام بها اوكسفورد في بدايه القرن التاسع عشر لكي يضع للعلوم الانسانيه والاجتماعيه موقعا بين العلوم التجريبيه والتطبيقيه، لدرجه ان سمى في ذلك الوقت علم الاجتماع سماه الفيزياء الاجتماعيه. والان في اطار مؤسسه ناشئه وفي اطار هذا القرار 1275 وجدنا لنا مكانا ايضا كليه العلوم الانسانيه والاجتماعيه وميدان العلوم الانسانيه والاجتماعيه عموما بالحصول على وسم لابل مشروع مؤسسه ناشئه. شرف كبير لنا من عند الطالبه نجوى، شرفت كثيرا بك بنيتي ونفتخر بك كثيرا ومباشره اعيد لك الكلمه لتقديم مشروعك. شكرا استاذ. بسم الله وكفى والصلاه والسلام على الحبيب المصطفى. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي وفقنا وارشدنا للحصول على اول وسم مشروع مبتكر على مستوى جامعه الشيخ العربي تبت من كليه العلوم الانسانيه والاجتماعيه تخصص ارشاد وتوجيه ولمناقشه اول مذكره تخرج مشروع مؤسسه ناشئه ضمن قرار 1275. سلام الله انديه اليكم يا من شرفتمونا بحضوركم البهي، زادت بهجتي واكتملت فرحتي بوجودكم معي. في البداية أرحب بمدير الجامعة البروفيسور وسمية عبد الكريم ومدير جامعة أم البواقي البروفيسور زهير الزيدي، كما أرحب بكل النواب والأساتذة الحاضرين معنا.
ورحب بلجنة المراقبة في مناقشة بدءا بالبروفيسور بندروان فتيحة والدكتورة خضراء حديدان والبروفيسور نايف حمود محمد الشريف مدير حضانة أعمال جامعة بيسا والأستاذ حازم بوجمعة. كما أرحب بعائلتي الكريمة وكل الحضور بإذنه ومقامه. اليوم أنا بفضل تقديم مشروعنا والمسمى بمي الشاب المتحصل على وسم مشروع مبتكر من طرف وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، حيث بدأت فكرة المشروع من ملاحظة المشاكل النفسية التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في المجتمع الجزائري والتي يعاني منها الفرد فأصبح تلقب بأمراض العصر كحالات الاكتئاب والضغوط النفسية وما ينتج عنها من انحرافات خطيرة واحتراق نفسي وآفات اجتماعية كحالات الانتحار والطلاق. وبناء على الإحصائيات وجدنا أن 97% من يحتاجون إلى دعم ومساعدة نفسية ولا يستطيعون الوصول إلى المرشد النفسي، وذلك بسبب عدة مشاكل نذكر من بينها: خوف الفرد الجزائري من المراجعة النفسية واللجوء إلى عيادات الطب النفسي أو ما يعرف بالوصم الاجتماعي، فهناك تردد كبير بين الأشخاص من في طلب المساعدة نظرا للخوف من التحكيم أو نظرة الناس إليهم. كما يواجه العديد من الأشخاص استحالة الوصول إلى مراكز الاستشارات النفسية لبعد المسافة، خاصة في أماكن الظل والمكيفات في البلد. كذلك إضافة إلى أن هناك ضغط كبير في المرشدين المختصين في أغلب مناطق الوطن. أيضا من بين المشاكل يمكننا التكلم على عدم القدرة على دفع تكاليف الاستشارات في المراكز النفسية، كما أنه يمكن أن تحدث حالات الطوارئ المستعجلة بالصحة النفسية في أي وقت، وقد لا يكون من الممكن الحصول على مساعدة شخصية على الفور. ونتيجة ذلك نجد الأفراد يعانون بصمت وألم دون أن يعلموا أن هناك دعما فعالا وسريا متاحا. من هنا بدأت فكرة منصة ماي إرشاد تحت شعار لن تكون لوحدك أبدا، You are never alone. ماي إرشاد هي منصة رقمية خدماتية اجتماعية إنسانية تهتم بالإنسان، نسعى من خلالها إلى تقديم خدمات ومساعدات إرشادية نفسية عن بعد لكل من هو بحاجة إليها في الوقت المناسب وبأسعار مناسبة، وذلك بتوفير مساحة للتفريغ دون تنقل وتعب، وتمكن المسترشد من الاستفادة من الخدمة في أي وقت وأي مكان فقط من خلال المنصة الرقمية والهاتف الاستشاري. حيث تتيح منصتنا للمستخدمين التواصل والاستشارة بشكل مرن لتوفير تجربة ملائمة لاحتياجات كل فرد. بالإضافة إلى ذلك الحرص على حفظ السرية والخصوصية للمستخدمين، فنحن نتبنى إجراءات أمنية لحماية بياناتهم الشخصية ومعلوماتهم الحساسة. يمكن للمستخدمين الاستفادة من فوائد الإرشاد عن بعد بسهولة وسرية تامة، فنحن نوفر فريقا من المرشدين ذوي خبرة في مجال الإرشاد النفسي والذين سيقدمون الدعم اللازم
والتوجيه الصحيح للمستخدمين في تخصصات مختلفة. واحدة من الجوانب المميزة لمنصتنا هي أنها تتيح للمستخدمين التواصل مع المختصين بطريقة سريعة ومريحة للحصول على المساعدة في حالات الطوارئ. نحن نقدم أسعار مدروسة وجزء معقولة لجميع الذين يحتاجون إلى استشارة نفسية، حيث في منصتنا اعتمدنا على طريقة سهلة ومرنة للدفع، وذلك من خلال ما يسمى بالدفع أثناء المكالمة. يوفر مشروعنا عند انطلاقه 3 مناصب عمل مباشرة وأكثر من 100 منصب عمل غير مباشر. نحتاج للانطلاق في مشروعنا إلى 320 مليون سنتي مقسمة إلى 74% استثمارات و 6% عمالة و 10% نفقات جارية. بدأنا مشروعنا من فكرة، ثم تدربنا على مواضيع مختلفة في حاضنة الأعمال لجامعة تبرسة. في هذا الوقت انتهينا من النموذج الأولي، ثم أرسلنا طلب الوسم إلى الوزارة، ثم تحصلنا على أول وسم مشروع مبتكر في الجامعة، والآن قد بدأنا رحلة طلب التمويل. وأخيراً فريق العمل، حيث يعتبر فريق العمل للمشروع من أهم نقاط قوة المشروع، لأنه يضمن فريق متخصص ذو خبرة متمكن، بدءاً بالأستاذ الدكتور بوعلاد يعقوب المتحصن على عدة أوسام ومشاريع مبتكرة، ثم الأستاذة الدكتورة حديدان خضراء المتمرسة ذو خبرة لعدة سنوات في مجال الإرشاد والتوجيه، والطالبة المتحدثة فارح نجوى من خلال خبرتها في التخصص والخبرة لسنوات في مجال التسويق. شكرا على الإصغاء. والتي تجسدت بيننا ونحن لا نحضر حضور لمناقشتها، نظرا لالتزام زميلنا وصديقنا الاستاذ حازم بوجمعه مدير مركز التوجيه باجتماعات تحضير لامتحان شهاده البكالوريا على مستوى مديريه التربيه، فمن الافضل ان نقدم له الكلمه. تفضل الاستاذ حازم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد مدير جامعه الشيخ عبد الكرسي، السادة عمداء الكليات وممثلي جامعة عربية البسي كلهم في اسمه ومقامه، السادة أعضاء لجنة المناقشة، طالبة متميزة، طلبة جامعة الشيخ عربية البسي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لي الشريك الاجتماعي مثلا في مركز التوجيه والارشاد المدرسي والمهني لولايه تبسة، يحتضن طلبة او هو عبارة عن حاضنة لأرض خصبة بالنسبة للممارسة من خلال استغلال هذا المشروع ان شاء الله من خلال خاصة الفئة العمرية المتراوحة بين 13 سنة و 18 سنة. وحق التربية يعني كلكم تعلمون أنه يحتاج أو في حاجة ماسة لهذا المشروع، خاصة وأنه العمل المرافق من خلال تعيين مستشارية التوجيه المدرسي والإرشاد المدرسي في متوسطات الثانويات عمل غير كافي حتى الآن، وتغطية غير كافية، وربما هذا المشروع سوف يحل جميع أو أغلب المشكلات اللي ما قدرتش مستشار التوجيه أن يلقيها على مستوى المؤسسات، وإن شاء الله نبارك للطالبات ولهذا المشروع. بارك الله فيك. السلام عليكم. جزيلا الأستاذ حازم، ونسمح له بالانصراف في مباشرة أعماله بالتوفيق إن شاء الله. نواصل أعمالها. الكلمة الآن للأستاذة البروفيسور نظار صقلي لمناقشة هذا المشروع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بنفسي وبجميع في رحاب جامعة الشيخ عمري التسلي، زملاء الأفاضل جلدة المناقشة خاصة وعلى رأسها المستاذين المشرفين الأستاذة هلال والأستاذ معتاد، أهل الطالبة نجوى، زملاء الأفاضل من أساتذة والدارسين أو والحضور الكريم خاصة من الأهل والطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزيلا. سررت لسببين للمشاركة في هذا النشاط الذي أعتبره نشاطا متميزا وفرصة متميزة لمشاركة أولا الطالبة زملاء في خاصة سأتحيز، وثانيا زملاء في جامعة العربي التبسي المشاركة الوجدانية والمشاركة الفعلية للاحتفال بمنتوج أول أو باكورت منتوج المؤسسات الناشئة والابتكارات والاختراعات وما شابه ذلك، الاتجاه الاستراتيجي والاتجاه الثمين ويستحق أن يثمن خاصة على مستوى الدوميات الأكبر خاصة على مستوى جهود الطلبة على مستوى مشاريعهم وأفكارهم وتحديد وتشجيع هذا الاتجاه نحو جعل البحث العلمي في الجامعة خاصة في العلوم الاجتماعية والإنسانية يخدم ويلبي حاجة المجتمع مهما كان نوعها ومهما كان قطاعها ولا يكون منقطعا عنها كما عادة يوصف الأمر بذلك. وبالتالي هي دليل الأدلة التي تثبت أن بإمكان كل التخصصات الجامعية مهما كان نوعها وتصنيفها أن تمد يد المساعدة إلى مجتمعنا وتساهم في تطويره أيما تطوير وتنميته من جميع النواحي. فيما يخص الإرشاد والتوجيه كلنا نعلم الحاجة الشديدة في مجتمعنا على اختلاف فئاته وعلى اختلاف خلفياته إلى الحاجة التي يقدمها فئة قليلة كما أسلفت في طرحها نجوى، فئة قليلة يبقى على رغم تزايد أعداد المتخرجين من هذا التخصص إلا أنها تبقى لا تفي الاحتياجات الكثيرة والخطيرة والمهمة جدا في المجتمع إلى هذه الخدمة. وبالتالي فإن هذا المشروع فإن هذا الابتكار لمنصة رقمية ستسهل الكثير وتساهم بشكل فعال جدا في تلبية هذه الحاجات لمساعدة الأفراد على تخطي الصعوبات التي يواجهونها نفسية كانت أو اجتماعية. إذا الفكرة مبتكرة وتستحق أيضا التشجيع والتثمين لأنها تقترح حلا يأخذ بعين الاعتبار تنوع الفئات، يأخذ بعين الاعتبار قلة المرشدين الذين يقدمون هذه الخدمة الآن كي لا فجوة السوق في المجتمع من هذه الحاجة، إضافة إلى تم ذكر أنها affordable معناتها في تأخذ بعين الاعتبار الفئات ذات الحد الأدنى من المستوى الاقتصادي، وبالتالي تتسع النطاق الذي يمكن أن تشمله هذه البيئة، وهذه كامل تحسب لها وتزيد في قيمتها الاقتصادية وقيمتها الاجتماعية وأيضا ميزتها التنافسية. إذ أن التعامل عن بعد التعامل الإلكتروني يزيد يسهل التواصل مع المرشدين والحفاظ أو تجنب ما يشاع ما زال يشاع في مجتمعنا من وصمة غير إيجابية توصف بالشخص الذي يستعين بشخص آخر ليتجاوز هذه المشكلات التي تعاني. من بين الصفات أيضا التنافسية أو الميزة من الميزات التي
تحصل عليها او يتميز بها هذا المشروع تاع النجوى، جمع الاحترافيه، سميتها جمع الاحترافيه، اقصد بها جمع مجموعه من المختصين في مجال المعلم ومجال الارشاد والتوجيه في مكان واحد في مؤسسه واحده، حيث في امكاني انا مثلا كعلي ان اختار بينهم، اختار على حسب الحاجه التي احتاجها، بامكاني ان اختار مثلا المرشد وليس المرشد، او المرشد وليس المرشده، اختار الاكثر خبره، الاجد، الاقل عمرا، الاكبر عمرا، واختيارات اخرى ستتنوع باستمرار او بنمو المشروع وتطوره. ايضا عن بعد او الصفه الالكترونيه والخدمه عن بعد ستقدم الخدمه الى العميل او المجتمع او الافراد، وليس العكس كما هو يحدث الان، مما يجعل الافراد يتقبلون صعوبات كثيره من التنقل ومصاريف والبحث عن خصوصيه و و و و إضافة إلى أن ستستغني أو تجعل المرشدين أو أصحاب المشروع يختصرون كثير كثير من المصاريف على الهياكل والمقرات، سيختصرون الكثير، سيحتاجون مقرات، لكنها لن تكون كما يحتاجها المرشدون بالطريقة التقليدية أو بالطريقة الواقعية تاع وجها لوجه. هذا من ناحية النقاط الإيجابية التي تجعلنا من مشجعي هذا الطريق في تطوير خدماتها، الخدمات التي تقدمها الجامعة فيما يخص الإرشاد والتوجيه، ولماذا خدمات أخرى في مجال الخدمات الاجتماعية والتربوية والنفسية تقدم بهذه الطريقة. أتساءل فقط يا نجم، إلى أي مدى تتناولون أو تأخذون بعين الاعتبار مشكلات أو الحاجات التي تتناولونها كمرشدين مختصين وراء الانفاس هذه، كي فريق عمل يجب أن يكون مختصاً، يجب أن يقدم خدمة احترافية، خدمة تنافسية. هل تتناولون خدمات أو تتناولون موضوعات خاصة في الإرشاد النفسي فقط بمختلف مجالاته، أو تتعمقون أو تتجاوزونه إلى حتى العلاج النفسي بحسب ما تم ذكره في المشروع النسخة المقدمة، فإنها تشمل كل هذا الأمر. فأنا لا ألوم وإنما أوجه فقط الانتباه، وكأنني أفكر معكم بصوت عالي أن تنتبهوا إلى هذا الأمر، أن جمع كل المشكلات في سلة واحدة يضر نوعا ما الاحترافية، وبالتالي يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر. أنصح نصيحتي كشخص أكثر خبرة بقليل، تبدأوا بالإرشاد، ما يشمله أو ما يتناوله الإرشاد من اضطرابات ومشكلات، وفي الإرشاد في هذه النقطة أيضا تبدأ أولا بالمشكلات البسيطة، امتحان مثلا أو خيانة خطيرة شوية، أرجوها إلى ما بعد، خاصة أن الفريق تاعكم مكون من ثلاثة، كنشوف أول حالة تاع الامتحان شوية، أنا أنصح أن تتدرجون في الأمر. لو المشكلات البسيطة تاع الضغوط، إدارة الوقت مثلا، إدارة الخلافات التي تحدث في الأسرة، تحضير الطلبة مثلا للامتحانات الرسمية، وما شابهها، في بداية حتى يتمكن الفريق. أول حاجة يتسع الفريق، لأنه ثلاثة أقلام، شملوا الموضوعات كم أقلام، يتسع الفريق وتنمو الكفاءات المهارية لتناول المشكلات، وتنتقلون بعدها إلى العلاج، لأنه عادة نشوف ينطبق الأمر، مشروع كهذا ينطبق عليه نفس القوانين التي تخضع لها المشاريع الأخرى، وهي أنه يأتي المشروع وينجح في البداية بقوة، ثم يعرف تلك
تنميته وتطويره وانتشاره مربوط بشيئين كلا، مربوط أولا بالتركيز والتركيز والتركيز على احتراف الخدمة، توسيعها أنت سريخ يعني بدل يكون يتوسع ويبقاش يتوسع دخل التخصص، مثلا في يتعامل مع الأطفال، يتعامل مع الشيوخ، يتعامل مع النساء، المشروع.